اول وصفه معانا النهارده هتكون الجلاش، ومفيش عزومه ما ينفعش تبقى من غير جلاش. النهارده الجلاش هنعمله بطريقه سهله ولذيذه، يطلع معاك ان شاء الله مورق وجميل جدا. كمان الحشوه بتاعته سهله وحلوه جدا، مش لازم العزومه كلها يبقى لحمه وفراخ، لا النهارده هنعمل الجلاش بالجبن، هيبقى مزيج من الجبن وهيدينا طعم حلو جدا جدا، وكمان هيعجب يعني نقول ايه غالبيه اللي موجودين على السفره. تعالوا بينا بقى نقول مقاديرنا وبعدين نشوف الطريقه مع بعض. مقاديرنا هتكون عباره عن لفه من الجلاش او باكت من الجلاش، نص كيلو من الجبنه الموتزاريلا والشيدر، ودايما بحب اعمل ميكس ما بينهم علشان ناخد المطه الحلوه بتاعه الموتزاريلا والطعم الحلو كمان بتاع الجبنه تشيدر، ممكن نحط كمان جبنه رومي مبشوره معاهم. هنحتاج كمان كوبايه من الجبنه الكريمي، كوبايه فلفل الوان متقطع مكعبات، كوبايه زيتون اسود متقطع شرايح. دي مقادير الحشوه. لتوريق الجلاش هنحتاج كوباية زبدة سايحة، وللتسوية هنحتاج كوباية حليب، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وملح وفلفل اسود. المقادير سهلة وبسيطة وان شاء الله نتيجة حلوة. كمان الصينية دي تنفع معانا في العشاء، هتبقى برضو اكلة لذيذة وخفيفة وهتتعمل معانا بسرعة. وتعالوا بينا يلا نبدأ على طول. هنجيب فرشة وايدي الزبده بتاعتنا، هاخد منها كده وادهن قالب. النهارده معانا قالب تشيز كيك، ممكن اي صينيه براحتك، مستطيله مدوره مفيش مشكله خالص، على حسب انت عايزه الشكل النهائي عامل ازاي. نلبس بقى الجلوفز، نشتغل بقى في الزبده وكده، فنلبس الجلوفز علشان نعرف نتعامل. ويلا بينا بقى نفتح لفه الجلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي الجلاش بتاعنا، كل ما كانت نوعيه الجلاش حلوه كل ما ادتنا نتيجه حلوه جدا. هفرد كده عشان افرد عليها الجلاش واتعامل معاه بسهوله. وابتدي اخد ورقه واحطها في الصينيه، نوسع على نفسنا كده عشان الدنيا تبان. ادي الصينيه بتاعتنا، هعمل كده وانزل الجلاش وابتدي ادهن. تمام، دهنه خفيفه. شايفين انا بعمل ايه؟ انا عماله احط بقى واحده بالطول وانزلها كده واظبطها واسكنها كويس في القالب زي ما انتم شايفين كده، وادهنها كويس حتى الحروف بتاعه الصينيه كده اهو، ندهنها برضو بالزبده اللي عندنا. تمام، ونروح واخدين واحده حاطينها بالعرض كده. بعمل كده ليه؟ انا بعمل حيطه علشان الجبن ما تلزقش في الصينيه، الجبن طبعا هتدخل جوه تسيح، فعايزاها تبقى الجلاش مغطيها تماما عشان ما تلزقش في الحواف بتاعه الصينيه. بعد ما خلصت خلاص سبت بس ورقتين اتنين عشان اظبط بيهم الوش من فوق. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد انا قلبت المكونات الحشوه اللي هي الجبنه التشيدر والموتزاريلا، وحطيت كمان الزيتون والفلفل وقلبتهم مع بعض كويس. عندي كمان الجبنه الكريمي، تعالوا ناخدها الاول نعمل بيها قاعده كده وبعدين نحط باقي الجبن. عايزه اقول لكم ان ميكس الجبن ده مع بعضه بيدي طعم رهيب جدا للجلاش. بعد ما حطينا الحشوه الاول فردنا الجبنه الكريمي، وبعدين شايفين بقى الجلاش اللي احنا كنا حاطينه كده على الحروف، هنبدا نغطي بيه وندهن برده. تمام، عشان يورق معانا كده ويبقى حلو قوي. يلا بينا، ادي الزبده ودهنه كده لطيفه عليها. احنا نخلص بقى ونهجم عليها، هي بصي تحفه جدا بجد. ادي الجلاش زي ما كنا بنحط بالطول بالطول وبالعرض. ابتدينا ناخد الاطراف اللي احنا كنا منزلينها ونقفل بيها الجلاش، ولا اسهل من كده. زي ما قلنا عشوه حلوه قوي للولاد، جعانين وعايزين يتعشوا، نقوم نعملها على طول في عزومه، هتبقى حاجه برضو لطيفه ومشرفه جدا وسهله.
ده انا يمكن اقدر اعملها كمان من قبلها بيوم واحطها في التلاجة وادخلها وقت قبل الغدا كده بنقول ايه بساعة الا ربع كده، اشغلها الفرن وادخلها هتستوي وتطلع على السفرة سخنة وجميلة جدا، وهتريحني ان ايه طبق وتشال من على دماغي ومن حساباتي خالص، اعمله قبلها بيوم مش هيوفر معايا وقت كبير جدا جدا ومش هيتعبني في يوم العزومة. تمام، يعني اي حاجة بنحب برضو نقول معلومات ايه الحاجات اللي ينفع تتعمل من قبل بيوم عشان تريحنا في عزومتنا. زي ما انتم شايفين كده لغاية ما اخلص كل اللي انا مطلعاه برا الصينية بس مع الدهان بالزبدة علشان برضو يورق معانا وناخد نتيجة كويسة. خلصنا خلاص صينية الجلاش، بصوا انا رايحة اجيب سكين عشان اقطعه، بصوا اتظبطت وجبت بقى الورقة الأخرانية طبقتها وحطيتها بالشكل ده ودخلتها بقى في الجناب عشان تطلع معايا مستوية وزي الفل. تمام، فاضل حاجة واحدة هنعملها، هنقطعها ونبتدي نسقيها باللبن علشان تطلع معانا تحفة كده وطرية ولذيذة جدا. يلا بينا، عندي كوباية من الحليب حط عليها رشة من الملح، تمام، وعندي معلقة صغيرة من البيكنج باودر هحطها هقلبه عشان ندوب الملح وندوب كمان البيكنج باودر. انا مشغله الفرن على درجه حراره 200، لازم يسخن قبل ما ادخل فيه الصينيه، وهاخد كوبايه الحليب وابتدي اسقي بيها الصينيه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنسيبها ترتاح كده، يعني نقول ايه 10 دقائق ترتاح وتشرب الحليب اللي اتحطلها قبل ما ندخلها صينية الجلاش بتاعتنا. سايبينها زي ما قلنا هنسيبها 10 دقايق، فيعني قدامها كمان 5 دقايق كده علشان ندخلها الفرن علشان تستوي. طيب الجلاش على درجة حرارة 200 على الرف الوسطاني، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، زي الفل، تمام شغال. مش عارفه عندي احساس ان الفرن ده هادي جدا، ايه ده في ايه؟ لا احنا هنشتغل هنا، معلش هنقل الفرن، مش عارفه حاساه مش شغال. احنا قلنا ان الجلاش على الرف الوسطاني هنقل، محتاج لسه وقت بصراحة شوية عشان لما دخلناه الفرن الأولاني كان الفرن مطفي من غير ما ناخد بالنا، فهو كان لسه محتاج شوية بصراحة. تمام، طيب خليه دي كده صينية الجلاش، هي محتاجة ان هي تتحط لسه في الفرن، بحب اكون صريحة دايما بس عشان وقتنا بقى وحلقتنا خلصت.